كنت بقول ان مباراه الكؤوس وارد ان كل ده يحصل، او النتيجه تمام. تبقى 3-2 مفيش مشكله. لكن تمام. شفت ازاي سكواد لعيبه بمليار جنيه، لعيبه نادي الزمالك في الملعب، ومفيش اي فروقات تذكر بينها وبين فريق بروكسي. بص يا كابتن ميم، انا يعني انت اخويا وحبيبي وانت عارف ده طبعا، اعفيني من الكلام عن نادي الزمالك، ما ينفعش كلام عن نادي الزمالك زي ما قلت لك، ده هديه وكل شيء فيه. انا بس اتمنى له ان هو يرجع لوضعه الطبيعي، وان شاء الله يرجع اقرب فرصه لوضعه الطبيعي، لان نادي الزمالك اسم كبير ونادي كبير وتاريخ كبير وكيان كبير، جزء كبير جدا من الكره المصريه، فان شاء الله باذن الله يتعافى من اللي هو فيه والامور تبقى كويسه فنيا واداريا وفي كل حاجه، ودي كبوه وهتعدي ان شاء الله باذن الله. نادي الزمالك زي ما قلت لك نادي كبير، وان شاء الله باذن الله يكون في مكانه الطبيعي. ودايما خلي بالك ماتشات كؤوس دايما بيبقى فيها مفاجآت، ودايما بيبقى فيها فرقه بتبقى افضل من فرقه رغم الانجازات، او مثلا التاريخ بيبقى النادي الكبير ويبقى النادي الصغير هو اللي بيبقى افضل، لكن دايما ماتشات الكاس ممكن وارد جدا ان هي تبقى بالشكل ده. ونادي الزمالك الفترات الاخيره يمكن الماتشين الاخر بتوع الدوري ادى بشكل كويس، وبعد مباراه سيراميكا انت كده رسميا بتهرب من السؤال رسميا. فيني طبعا طبعا فيني، لكن اتكلم على لكن هل كنت مبسوط ولا حزين؟ لا مبسوط، مبسوط لا لا انا بتكلم على نادي الزمالك طبعا، مبسوط بادائك ولعبتك وكل ده شابوه. كنت حزين على مستوى نادي الزمالك ده؟ طبعا طبعا، انا مش هكذب عليك طبعا، بقول لك ناديه اللي سبب فضل كبير جدا عليا وعمل اسم احمد سمير، فاكيد طبعا مش هبقى مبسوط وسعيد وانا شايف نادي الزمالك في الحاله اللي هو فيها في الفتره اللي فاتت دي، فلا طبعا بتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله بادارته ويقدروا يخرجوا ولاعيبته وجهازه الفني يقدروا يخرجوا سهل جدا، ان الزمالك عندك ورقه عالي من اللعيبه، وان شاء الله باذن الله يتلموا ويبقوا ايد واحده ويخرجوا.